ميت الله يرحمه جوست انت عارف كون شي راك عارف الحاله كيفاش دايره ما الولد اللي مضروب الله اعلم الاحوال تاعو كيفاش دايره الله اعلم هو متزوج بنت جزائريه باش نعطيك شي معلومات عليه الله يطلق سراحو حتى هو مسكين حنايا رحنا في حاله لا يرثى لها نكذب عليك نقول لك رحنا مزيانين ما حناش مزيانين انا واخا نصبر ولكن كي ندخل للدار نشوف الزوجه تبكي على ولدها بناتي يبكي وداك الشيء نتدمر ما نقدرش باش كديري الحاله الصحيه ديال الام ديالو الحاله الصحيه ديال الام ديالو دروك الحاله الصحيه تاع امو ديالو هذيك اللي حنا نخمو فيها مرا ما تقدر توقف ما والو حاله صعيبه بزاف الله يسمح لنا من الوالدين نعم الله اعلم الله اعلم الاجراءات اللي درتو نتوما باش الله اعلم حنا ما عندنا معاهم حتى شي مشكل حنا اللي ها جوارينا جزائريين توانسه ماليين عايشين خوت كيما راكم هكا قدامي ما كانش الفرق ولكن دروك هذه المشكله هذه الله اعلم الا الله اللي يعلم على هذا الشيء يسلموا لنا الجوشه زعما باش ندفنوها الله اعلم فوقاش يسلموها لنا السلطه الجزائريه لا درتي شي المحامي راه كان هنا اهدر قبيله قال واش تا كاين هو اللي مكلفين بهذاك الشيء اما حنايا ما عندنا حتى شيء حنايا بلادنا وما عندناش معاهم شي مواصلات عارفين نمشيو ولا شنو المطالبه ديالكم اليوم؟ نعم المطالبه ديالكم اليوم انا المطالبه تاعي يسلموا لي غير جوج ثنتفنا الصلاه على النبي ما نطلب حتى شي حاجه المطالبه يسلموا لنا الجوتا ندفنوها وكلها هيك بالطريق اسمع لا بغيت سربات واحد الوثيقه قال لك زعما تسينوا على واحد الوثيقه عاد باش يمكن لكم تسلموا باش عدم المتابعه زعما السلطات الجزائريه شوف هذه غير اشاعه غير كذب ما كاين حتى شي وثيقه ما كاين حتى شي ما كاين والو هذه غير الكذابه اللي حوسوا يتاجروا في الناس فهمتني هذوك اللي يتاجروا في الناس راهم قالوا لهم راهم قالوا لا راه منا حنايا انا كاب ما اتصلت ما عندي لا نمره تاع تيليفون لو كان كاين شي حاجه كان كونسيل اتصل بيا وقال لها واش كاين هذا الشيء غير صحاب فهمت شفت المحامي قال هذه الجريمه اعتبرها المحامي جريمه سياسيه واش نتوما كتمشيو معاه في السياق وكتفضلوا انكم ما تدخلوش هذه القضيه في علاقه سياسيه انا المطلوب تاعي هي يجيبوا يعطيهم لي الولد تاعي الباقي انا ما نحوس على محامي لا على ديالنا ولا على ديالهم ولا حتى الدوله تاعنا ما نحوس على واحد يعني انت كتقول الجزائر ما تستعملش انا يا كنت سلم لي الجوتا والصلاه على النبي هذيك تاع باش السياسه هذيك الدوله مع دوله انا خاطينا انا خاطينا السياسه الله يخليك من فضلك انا ما جبت لي لا انا نهضر يسلموا لنا الجوتا نتاعنا باش تدخل لي سياسه ولا ما سياسه ولا باكور حنا خاطينا السياسه حنا عايشين مع بعضياتنا خوت حنايا شوف يعني قلت لك ونعاودها لك خوتنا عايشين معاهم صلاة على النبي هادشي اللي كاين حنا مع صلاة على النبي نعم. رسالة نشكر كل الشعب الجزائري الشعب المغربي اللي راه مساندنا واقف معنا صحفيين اللي هاد اللي هوتبيرد والله هاد اللي عندهم كسميتها شي جزاهم الله خير انتم جزاكم الله خير اللي عنده شي معلومة باش يفيدنا يفيدنا والسلام عليكم كيفاش كتبان لك بان الصحافه المغربيه والشعب المغربي متضامن معك كيفاش وصلت بها شويه وقفوا معنا الله يخلف عليهم ويرحم الوالدين جزاهم الله خير المطلب تاعي راني قلت لك المطلب تاعي يزيدوا يوقفوا معنا باش نجيبوا الجوتا هذا هو المطلب تاعي ما مطلب انا حتى شي حاجه نطلب انا غير يسلموا لنا الجوتا وندفنوها اكيد انت فرحان يسمع اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك